العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله للحي. وحين كسو جري هذا الكي ديراي ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كساب سنة شرك أهل القبور كأي سمية كساب سنة حون شيخ يلي وبالجملة قبل قبل وحاوي فالميت ميت كلا بريا هي اللي دبتها غنيا هي أم ولقا أما الرسول كأما أنبياء أي أولياء إلهي قد انقطع عمله وعمل كسواق أي فهو ميت كي محتاج وحبانيها إلى من يدعو له الروح الدعية أصغاب أباهن إن له دعية وإلهي الله بريه. ولهذا صادرت ما دام أباهن يصغى إن الله الله بريه له دعية شرع وحال الجدية في الصلاة عليه كتوكتك اللوتك أي صلاة الجنازة صلاة الجنازة أصغى اللوتك وحال الجدية من الدعاء له الدعين تميتك اللو الدعين وجوبا سواجبة واستحبابا يسس النائب ما بالجدي لم يشرع عن الدين لغدين الجدين مثل أصوك للحي كي النولا ميت كما دام عمل كسوق أي أو ينوب هاي هاي صلاة جنازة لقط كذا يا الجدي إلى شرع كذا يا رسول كيسوبا وحال لقط دعاء صلاة أيضا دعاء أم واجب أم سنة أو لجدين لو دعاء روح النول مرك فرق جاود حياة دريم كرتاوي كيم نولا أسود أسقى بالشقى عمل كسيبة صعود وشقى سنة كدن تي أسود عمل كسوق جاي اللي ود عينه يو بالسيد ده بتاعن يو أسقى الله بري هيا. ومقصود الصلاة على الميت صلاة وجدد لقط كذا روح ميت كا صلاة ميت كا لقط كذا واحد لو قل لي هاي الاستغفار له ودم بداف أسقى إن الله اللي هو يديه يود دعاء والدعاء له إن الله بريه. وكان صلى الله عليه وسلم رسولك لو حوها يقف كي استاقه على القبر قبر قدوش سوج استاقه جري بعد الدفن انت اللي حبا الروح ميت كذب فيقول حكو رجل الصحابة سلوا له تثبيت سقنا شو الله ويدي إن لصقه وسؤاله لو ويديني سؤال منكر ونكير وجواب صحن كبحيه فإنه ميتك الآن يسأل حتى لو ويدين هيا هذا أسئلك بالله من هي من ربك وما دينك ومن نبيك بل لو يدين هي مرك إلهي إنه صغه أو سنقرم مرين جواب تصح ذا أبريا مرك مسكين أصغه مرك رلا قليي أو لا حوالي وأصغه مطأ أباها إن لو دعي على الله بريو إن لدبتها نضوح لموضوع ولا توقعه لا عسكده ولا معين بده سو خلط معها. فبدل وحي بدل إن أهل البدعي قلها بدعة صاحبك ريرها بدعة هي والشرك قال لماذا صاحبك يا لا إن له شريك يقوله به بالمشروع قولا قول بيكب دشين غير الذي قيل لهم وحي الله در وحان أهين بيدين كدكتين محل لقو يري ميتك أصغى مسكينة عمل كسواق أي وإذين باهين يهي الدعية الله أبريا استغفار يدن بداف أيو إذن كباهين يهي إن الله أوي ديسان مركتي انت اللي بدلي بابا اسقي وحلموها يا اسقي الله بري هيا. فبدل الذي بدل اهل البدع والشرك به بالمامور به والمشروع قولا كبد القاتين غير الذي كيان كاهن قيل لهم لو يري محي سمي بدلوا الدعاء له ان لو دعي ميتك وحي كبدلين بدعائه نفسه اسقي ان لا بريو ان اسقي لو دعيو ايا الاسكو اوغا مركز وحي كبدلين أستغى إن لا بريو والشفاعة له أستغى إن لو إرقيو إلهي لو دمداف لو ويدينا وحي كبدلين بالاستشفاع بي أستغى إن لا إرقيستو أستغى إن إرقال لغا دكتو إله نواشا في عقال لا إداد بايبا أبدلين با محال سوء إلهي أستغى ويدي بدمداف بريضة بريسان يا صلاة كتو كان إيسان أستغى يا دعاء الله أبريز إنو أرب إذن كأقبل اللهم شفعنا فيه إله إرجع النهي اللهم إننا شفعاء إليك فاغفر له وارحمه بدك إلي المسلمين تا إله إرجع النهي كان إرجع كان النهي مسكين كان ما أنت دنتي
الله ودم بداف الله عوريز سأستر إله قبره واسع أصدق إرجل له يه له إرجينية وحلقوا بدلي أصدق إن الله درابة أولي أدوك إرجي ميت كبار الله درها يا تك أهل قابور كإسكداي كوان نون له الدنيا الجوعة يا هيدا مداف ويدي أدوك جرمه أولياء الله أديك بل أيدا أديك يسبق والزيارة بوقشدين وحلقوا بدلين التي شرعت بوقشدين لجد إحسانا سمافل إلى الميت ميت كإن الله صنفر الله جدي إن الله بغضه أو الله تغو أو الوع برقاته أو قدكم مطين هذا مضن دون تأذ آمنته هذا أنا أصدق إلهي دم داب أو يديزه أيا لسكوكا بحكو بدلين والزيارة التي شرعت إحسان إلى الميت وحكو بدلين إلى زيارة بسؤال الميت زيارة يبوق شوء ميت كأصدق إلا بريو أو حلا ويديزته بحكو بدلين يوال الإقسام به إن أصدق الغد عرته على الله إله دشي بوجه شيخ فلان بكرامة الشيخ فلان بكذا أصدق الغد عرنبا الله وحانك قد داري وجه شيخ هبل مقع شيخ هبل جاهيسي شرفت الشيخ هبل أولي ذي أهل قابور كأيوك أمد أباهنا إن له دعية أهيد بمن الله قد دارينا برينا وتخصيص تلك البقعة وحيكو يبدل قاتين بلايون كان يكمدا وتخصيص تلك البقعة قوبتها أيضا وكحب عليهم روحه اللي وقوني يلو بالدعاء الله بري طيب قوبته كحب الله بالتقى هيا مركاسا الله بري هيا ميت كيف الله بري هيا أصقب الله طوغ هيا الذي دعاها سو هو أصقب مخ العبادة عبادة روح هدا عبادة إسلام دينة إسلام كده العبادة وي عبادة دي روح هدا وحي كوب بدلين ميت كيف الله بريو قوبت إلا طغو إلا بركيستو وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد طيب إن قوبت أيضا لوقون إلى الدعو إذن قوب أن دعاء لهين وأن عبادة لهين إنك جايها دي شركي بوليم شركي بوليم خصائص إلهي إلهي با تشريع إسكالي حكم إلا الدجيو قوب معينة أدونك ورولكم مكلا فضي بدنو مشو إلهي فضلي با فضي بدن dadku ma kala fadibaan waasiman yiin ninku ilaahay maamusay ba fadli gooni ale marka goobaha iyo muxuu ahaayay maalmaha iyo dadka iyo dunyadu ma kala qiimo badno xagga khalqiga iyo jaadka laakiin ilaahay ku maamusay ama magac gooni ah ku sheegay ama fadli gooni ee barha guuna u galiyay oo inoo sheegay in ba barakeysan fadlina leh goob marka muayyan ah oo ninku xabaalan yahay inaan maagno oo barakeysano oo tagno oo ku ducaysano وان خير كتو هناي وشرع عصب ودين عصب لدي شيء هو مركب حيلي ما ديني عبادة خاص كايدبا قوب ان لو قلت لك يعني لا اذان وقبرك وحضور القلب عندها عند تلك البقعة قلبي يسا حاضرة قلبي يسو جوغا يكون يالا عندها عند تلك البقعة ما يشا شيخ قبل وكحب علي مركو جوغو خشوع بعد كم وقتا وانين دقن وانين اسم سكيمين هيا وانا اللي يسو ديبا هيا قلبي يسو شيخ كعبسان هيا banaanka markuu tago kasoo fogaada meesha ayada ahayd ayuu markaa badboodi oo wuxuu doonaa sheegoo kaftami oo haasaawe oo inta sheekha loo dhow yahay qabrigiisa la fadhiyo ruux xaramka ilaahay ku jiro oo kale ama masjid dhex fadhiya oo kale u dhaqmahaya marka waa saas وحضور القلب عندها وخشوعه خشوع الزائر أعظم متكوين منه في المساجد خشوع تيم مساجد كوين أيو قبري أكس تكو خشوعة هيا أو قبطة أيضا وبركيسان أيو كو خشوعة هيا وحيا لوي مركا بدع على سيلي مادين هوش اللودر هولا انكا هين أيو كو رقاقي ورقا مشركين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وي وذكر ابن إسحاق محمد بن إسحاق وحوش ابن يسار صاحب المغازي وكوري في سياره صفحة لحظة 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 تضوى كوري عن أبي العالية الرفيعي ابن أبي العالية الرياح قال حور الرفيع أما أبو العالية لما فتحنا مركان فري أنقبني تسترى وما قال كنت لو كان فارسين كنت هوست منطقة خوزستان بي هوست جيسي وحان فري أبي موسى الأشعري أيا عيدا كي فري هو جامن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتوح العراق فتوحات العراق مركي لفور العراق ورنبا مع الايران قيبك مدى لفورها هي بضن كيدبا دقال لها وحاهو قامين مركا ابي موسى الاشعري
تسترنا أسقى فري تسترنا أسقى فرو قبتي أبو العالية نمرك عيدن كوجري دغلما يا مسلمين تا لما فتحنا تسترا مركا نفرئ وانقباني وجدنا وحان هلي في بيت مال هرمزان هرمزان مال بنكي كيس وحان كيس بيت مال كيس ماشو هانتي دغانا يي وحولها كوكي سنجر هرمزان كا هرمزان كا زوانين فارسيا او بقرد فرصة خاصة وحو بقر كاها هواز قول كالورنج ريب كاها بقر كاها وحونها قائد القوات قوات قائد القوات الفارسي أها أبندولها جودة عيدا مضى أيو أها لدى يعلم المسلمين تكسر جيدي تستر مكة لقبتي أيا قعنت لقود لقاي أبي موسى الأشعري مركة وقبت وحود درين مدينة عمر بولها اللوقي مركة عمر أم هدلو أم هدى يا بغركي ودري تركو در عيدنا مدينة لكيني مدينة مكة لكيني أيو مركة موجستين إسلامي إسلام موجست مدير ولقي شوقي واجي دمب عبيد الله من عمر بعد دلي ودلي أسوى كتبهمي عمر دلكيسة أبي الولوات المجوسي رجل الشقي عمر كلاقى يبغاتي دلك عمر كلاقى يبغاتين وها أيا اللي قلتهم مركا عبيد الله نلو رجل عمر علي بعد دلي إن هكا كتبهم بيبو أها ضد بضانا ومسلمين تكمل إسلام كسواتو إنسانين دنين ومسلم صحيين موذهين ألم منين صار كلن تيبو أها دب بضان فاجي سهور دتك باب شيء كد من إلهي جبي ومركو جبينا إنه إسلام إسلام الشيكتي وجدنا في بيت مال هرمزان هرمزان جور بيت مال كيسي بنك كيسي وحان كهلي مخسنا ذي يميلوه أنت ذا دينجر وحانو كهلي سريرا سرير بانو كأرجنا عليه رجل ميت سريرته الروح ميتة صارا من ميتة أيا صارا ومركز دول صارا سرير طيب كود كود حجرت بنكية عند رأسه ننكا صيرتا صيرنا ميت كما يحس أكتيسا وحايا الله مصحف كتاب كتاب بايا القرآن فأخذنا المصحف كتاب كبار نقاطني فحملناه وحن وحن برهن أقين إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتاب كبار نقاطني مركزا وحن وحن برهن أقود بنا أسيد ابني عمر بن الخطاب ومركها دمزينة جوغة طيب فدعا له كعبا كعب أغياري كعب بوغوي كعب الأحبار وهذه يقاني أف أفك عبري يقاني يو لغة سريانية ذا يقاني أيال اللي آخر كتاب وحقوقر تبجون عربي وبدل فنسخه بالعربية عربي وكقري إلا سرياني وكقر رامر كحب بدلي عربي كتاب هو ترجمي من السريانية أو العبرية إلى العربية طيب أي أبدلي فأنا أروحان أبو العالية الرياح وحان هيبوري أول رجل من العرب نينك أهري عربيت وقرأه كتاب كآخرية بعدما أنت اللي بدلي اللي ترجمه أف عربي نينك أهري أخرية بان أهابون قرأته وان أخرية بولي مثل ما أقرأ القرآن سنان القرآن كأدريري يعني أدري رشيبي لعرب وزو أذيقان ويحد عربي اللي بدلي وكل بابعية واكحي فيه سيرتكم وحكوه الرياض الكاسق هذا الضحلة وكجوي وشيخ جرو مركا أبو العاية الرياح أرضي سي خالد بن دينار خالد بن دينار ومركا قصدي ومركو شيخ الشيخ هي وحويلي ما كان فيه محاكو جرى كتاب كاس مركا عربي اللوب بدل الآخر ذي أبو العالية ومحاكو أرقت كتابك ما كان فيه فقلت لأبو العالية ما كان فيه فقال أبو العالية وحكو جوابي فيه كتابك وحاكو قراء وقيبت وحن أنت أخرين سيرتكم رقم كنا لقشي كيني مسلمين توح لقي صوب حدونا قابق رقم دونا والضمضة يقبل دونا تاريخ دونا نولش هذا دين تودا بكتاب كهلايا طيب وحاكل وكجر وأموركم هي حال ذهينا يا اللحون كلامكم هذا الكينا لهجة ذهيسة اللحون هو جمع اللحن واللسان كعرب أفكوي أفكينا كقراء أفكر حكوا أخردان عربي نتقال الدو كوه لشان أنت أسول له جينا الذيهين كتابك تاريخ وأهو وما هو كائن بعد يوحد دعدونا غيبيات أمور غيبين وكو قرائين فتح كاسا دعدونا تقال كاسا دعدونا مسلمين تقاب كاسا نقون دونا غيبيات كدعدونا غيبة كمدة طيب أيا كو قراء أصقونا
إذن قلت وحاري فما صنعتم بالرجل كتابك واقرتيه ننكي كتابك مدحي سأويا لئي ميت كآية سرطة سارة ما حاكو سميسي. قال وحيدي أبو العالية حفرنا بالنهار مالك وحان قدني 13 قبرا متفرقة صدحي طبعا قبرا مالك قدني أوكل الدوان تذكر مركي انتو اي محمد قرح السوجي دي وحل أركاي تذكر أركاي يان ميل انتان تقن بنانا يان كقول نبي صدح يطبان قبري او كلا فوق فوق او كلا دوان الكلاميد بالا قول جيز كلاميد حافظ كلاميد ميلا كلا فوق فوق صدح يطبان قبري. فلما كان الليل هبينك مركا لقاري دفناه قبري ميت كم يكو حبالي قبري ميت كم يدك كيو يحقي له هكاكا ما بري بكو حبالي ما قلبيت بجرا لما قرن هاي صحابة فقه وظفر مسلمين وسوينا القبور قبورتنا وانس ان كل قد انت متكو حبالي ايان سنون باب النبي لسان تاقي سي وحاس ان لوصل راعين وسوينا القبور كلها قبورتو دن ايان مركز النبي وما حصاو يا شيخ لنعميه ان انكقر ان اوجد لنعميه ان انكقر ان اوجد عين الناس تدقوا يقرن وياه نينكا الزقا انو حبالي مصحف قرآن مصحف كتاب كقرآن أخبار علم كقرآن ملح ويا اللي إن اللي أفوا بين صحابة سيدوا الله يوفر سادة والله قال لهم بدع يا خرافات يا شرك لأن عميه عن الناس ألا ينبشوه إن سوفا هدي هل قبر لقدو سوفا كرا ما كان نقول دم عنه أما محمد هاي أن لي أنا يسكت سوفا كرا قال هذا بيمان كرتوا سوفا كرت خرافي قبورين بايمان كرو فاغان كرا او بركايسان كرا سان لو بركايسانين اشاره كتاب بور با 13 قبر او كلا دوون مد با دفلسي طيب وان لا سمي. قلت وحايد هدان اهي خالد بن دينار وما يرجون منه ريفرس نينكنا ماشي يا لي سرت صارن كتاب كا مصحف كا مصحف كا ومدح او يالو محي كرجين جرين محمد او يالي بيت مالك ما حد احد دغاي. قال ابو العلي وحوري كانت السماء عرق وحوها اذا حبست عنهم مركا لغا حبسوا روب اي كوايان ابرزوا السرير سرتي كسو قاد جيرين سرتي بنان كسو بخين سرتي ميد كو يسارا باي بنان كين هيان وي كو بري هيان فيمطر مكا سروب لسنجري ولغو افينيا طيب وي سو بخين بنان كيني وي كو بري هيان روبا لسين مارك انت سي اوهيستين وكل روب دونان سيدا يكون سمين ريال قسطنطينية يكون سمين جرين ونبي معوها صحابي ابو ايوب الانساري رضي الله تعالى عنه يكون سمين مارك ابارا كل عان قبر جيسي تقي جرين مركاس يكون روب دوني جرين ولا ورابين جري طيب ولا قدوة بهم دغن كريه فرس يا قال ريه فرس سمين جرين اما قال لي بيزنطيين تي اتراكتي معوها قسطنطينية تشوكاي سمين جرين لا قدوة بهم إجماعا إجماعا لقد ضيان ما هي ضيا شمالها وقالوا جهلوا كفروا مشركون فلي سمايين طيب بيمئها عنبها الغسي ومال بعيركها اللغة كيري لقد راعي ما هي طيب دجال وركزوا كلو يقال لقد أفين هي. قلت وحالي من كنتم تظنون الرجل أرضي وأرضي في دوموي وحول ننكا أصغى يدو ملينيسين صحابي نينكا أصغى سرطة أتقى سارة هرمزان قروا أقجري ياد أم لينيسين من كنتم تظنون الرجل نينكا أصغى ميتكا ياد فليسينو يهي. قال وحوي رجل يقال له دانيال رجل يقال له دانيال دانيال وين اللي يده هذا أي مركز أنه قال أني لغنا الشيغي طيب. قلت وحاري منذ كم مات منذ كم وجدتموه مات أصلك وأساسها كقرن منذ كم وجدتموه مات إمي سنة أيات كو قياس تأنو قيريو ذي بما الشديس ننكو واميت ثرب سارن يواق اللفي طيب مركا إمي سنة كو قياس تأنو ميت أهو سارتن سارا. قال حوري من 300 سنة صدح بقول وسنة كهر أحد قيريو ذو ويماشن سارا سعوا قياسها يا دي مكتر روحا وفيرن هيا ولو حيلهم معجزة يهيدهم حوها إن كان إن صالح والنبي أه أيوه أه إلهي بقى إلى حفظي
وحين مريين محو الدواء دوين كذلك تجميدية إنجيجية حنوط كأه يا هذا محو هاي وضيق ميشن محو هاي جو مكينياتا لمري محو هاي لمري كي هذا محو إشق لو دياري نينسل مانديلا لو دياري هذا وحاسكو هيستا جوهانس بيغي وحاسكو هيستا بي إي وركو دنتانا وكين هيا محو هاي هاي سنة إنو يمي وحا هاين هيا جوهانس بيغ بلقين هيا ما يكيب توم بالجيم بالسكو هيا دمشي ديس داودي والله مرنا واسيد ديار بقصة نمهان لقى دجال ربا ميلا دكتو المهم سكستوا النقطية صدح بقوله سنة كهر أيو جيرو يدب على سلهم بور قلت وحنقول أرض جوي ما كان تغير منه شيء ما كان تغير منه شيء وحس كبدل إن كان مجرز وما صدح بقوله سنة أحد خسرته صارا وحس كبدل ميو جرم سوا وباب باي قال وحوي لا وحس كبدل مجر إلا شعيرات من قفاه تمير حق قادات كان مويه شجرة ضنباء مويه هذا روح القاب كوجي في ويا اللي تيه بعد مركل القاضة هي مركل ديها هي حق تمي أي داتام بالغية بأما جوان سرقتها بجوين السبب تمير قادات كيسية شجرة ضنباء كد وحس كبدل مويه أنتي سكلا واسديس ما لنقول أنتي أو كلام بوها مركز وحول أبو العالية الرياح إن اللحوم الأنبياء أنبياء ذا هيلي بكودو لا تبليها الأرض لكم مبالية لكم معنه ولا تأكلها السباع دواغنا معه روائي لباحي هذا إيه ما دان روح نبي مالي قال له ميدا طوال ما هي أبو العالية الرياح سيدا سويري طيب أذر كان وحصوصا من إسحاق في سيري ومغازيه بسند صحيح الحابن كثيرنا البداية والنهاية مجلد كلابات صفحة أفرطنات إلى أفرطني يكو بكاها الله وحونا فأزو لي هاي أثر كوا صحيح وسنده صحيح إلى أبي العالية الرياح أثر بدون مركة تصي سئن النبي أها أما الرجل صالح أها أبو سعد ابن كثير وكذلك الإمام ابن تيمي أصنع بكاها الله اقتداء صراط المستقيم مجلد كلابات بقول سقاشن يسقال وكذلك ابن القيم إغاثة اللهفان مجلد كوبات صدح بقول سديتني الدور بأصنع كاها الله كل وحين مرئنه أها أما النبي من أنبياء بني إسرائيل أما الرجل صالح من صالحي بني إسرائيل أيو أها محل شاهد كنا وحوي هذا اللي قربه نبي قاس أما الرجل كان صالح بركدي سي خير كسل أركي وما الله كو أنفعي مع شركهم وكفرهم صحابه إلي بركيستان أما ميل ديغان أما بنانك كينا واديدين طابعينتي يا كبار الصحابة وعمر كوكي هاي طيب أمر كسبة إلا أسقى ماشى كتل هاي هو شاسة السمية وافق قوذي أقونت أيدين تقوليهين باكو تصيص أقونت الدرات كيدين تسلان كقوليهين باكو هو شاكو عضينا هو شاكو عضينا سمحاي إلي إلهي ويبري هيا وعابد هيا لقى محيو ما يدين تقوح لود بتاقنا هذا ما بجران با ما حيد دان يال كدون النبي قوذي بهرطو دكو حبالا ومسائل كقيب سدنبكو حبالا وقريه عايشة كو حبالا هذه مرق قبر إلا بريئة ما الله بركة يستأيب بنان تهي صحابة النبي محاق يكون في بحي لهاي أو دول فريسان لهاي دانيال نبي بني إسرائيل أولي أما رجل صالح من صلحاء بني إسرائيل وحبنا كما حد نبا لكن نبي محمد يا غير كيبا صحابة أبحي مهايا محاي نبي قاب بري أساقا أشي يا غي إلهي إني بريان قاب كان أبريان وضضا أمران أحد كان إسان كاك بحين شوق مرك وحول ففي هذه القصة قصة يعني وحا كجرة ما فعله المهاجرون والأنصار أنصار يا مهاجرون وحي السمايين وأه من تعمية قبره قبر إن لقريه صان لو أرك لئلا يفتتن به أو يفتتن به صان لو قفت نومين عامه دهل الهيين قبر النوع عاز مرع الله يبطل فريستان يكون في بحاني محاد كشيكي طيب مرع الله يكون في بحانه واجد مكان لحبالي ضمير قلكي لا غسو بخي ما كل فاغي ضمير قلكي طيب من وحا لا غسو بخي اي لفه من واب ابر وحكومه جربا مد بر قرح با دحيا لا اي مخو هاي جل اي دري اي اشون جبي با دحيا لا طيب ما عدا لو جبيبا ددك نوع عاس هادي دانيال هي لهاي وحا وي وحي سمين لهي ولا قال لها تيبو وقت قال الامام ابن القيم هذا قولي وطا لئلا يفتتن به سان لو فتنوبين هلكا وحال لا سوده ولم يبرزوه
ما إسان قبرك موجنين للدعاء عنده والتبرك به إلا بركيسته أما أكتس اللي قد عيسته ما إسان بنانك كينا واقريين إسان لقو في الدنوبين. وحور ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ولو ظفر به المتأخرون متأخرون هذا يكون قولي سن لهايين أو الدائيال هلي لهايين تدك ما أنت جوغوي حلقي سبكها الله يا بل وحكها الله يا حلقي من قرون قرون كهر ريسي إلا شرك وقرن أفراد وصوب بالوضي شرك النوع عن شرك القبور إعبادة غير الله والدعاء طيب وحصوب بالوضي قرون قرن أفراد باللوغيس وصوب بالوضي شياطين تي ري إسماعيلية باطنية هوشة بالله بكد من الوقف ولو ظفر هذا يكوكو ليس لها إيه به المتأخرون قليها الضنبي إسلام كشكتا أي دانيال هل لها إيه لجالدوا عليه بالسيوف سيف بكود غلام الهين وإسكول لين الهين أنا طابا يا أنا بركيسا يا أنا خدوا في إمايا ميتك أقل إحنا قلنا لها راو عليك لقران لها يا ميتك طيب لجالدوا عليه أي لجاهدوا وقاتلوا عليه على دانيال بالسيوف ولا عبدوه من دون الله ولا عبدوه صاصا صحة وإن عابد لها من دون الله سكذي بعبد لها صاصا أصل القرآن فهم محا عضينا إياه غيب كام سوى غورها من كرتا هذي متأخرون تهي لها دانيال يعد الله الماشا ويعابد لها وإن كد قلم لها ابن القيم محا أتري مقلوب العارفين باتاي شيخ حور فهم أيقو ذاتك ما أنت جوغا قد اتخذوا من قبور من لا يدانيه أوثانا وجعلوا لها سدنا طيب حكتوزا هي ومن باب إلحاق النذير بالنذير بل وحويا ومن باب الأولى بكدرا بأ محايا فهم هو ما أنت جوغا قد اتخذوا حكايا شيء ويكاردكتين من قبور من لا يدانيه dad kaan u dhaweeyeen kubaab ahayn daanyaal aan ku fadhi ahayn in anbiyaada ahayn ama aan suulaxad ahayn qabuurtoodi bay awthaan u xeeba macbuudad ba ka dhigteen tayib daanyaal dad kaliita oo ka fadhiyar meel aan ka soo gaarin oo loo ogeyn ba waxay ku dhinteen bay ba dul ciitikaafaan oo dul saaran yihiin oo caabudan marka haday daanyaal heli lahaayeen maxaad moodaawey fahum qad ittakhadhu min qubur man روح قبورتي وحي كدكتين لا يدانيه أن أدق مين نبي دانيال أن أدق مين أو صانا معبودات بي كدكتين وجعلوا لها قبورت وحي أصمعين سدنة جمع ساد وأنا خادمك خادمك مريد خليف شيخ حرم كفردي وأنا منك أخذ مية شاها كرية قحوضة كينا أذيقة شيخ أستاذ سولية شرط ساقل مركات تماد قبر لعابده أظن أقول له قابك اللو عابدين باكوشي كسي اللو عابدو سدايل حكا وريك سوي سيسو كبواف ألقى عرق قاضو بيشان فريسو قابك أبري شرط قل هذا هو ساد طيب نمان بانا فدي نينك يقانا با يقانا هاد قبورت نوع عسوه وين رق نوع عسوه كبرا هيا سي إله اللو قالوا بو أي أفدي طيب وجعلوا لها وحوية لن سدانة تنبي أجي لن سدانو أي أصمعيين وجعلوها معابد أعظم من المساجد انت أصو قدر من القيم هذا الكيسة كجرى كتابك وجعلوها قبورت وحيكا لقين أعظم معابد من لقوع عابد الشيطان إيا بلايو أعظم من المساجد ومساجد كواوي مسجد كبآدم هيا قبور بآذا هيا قبور بآذا هيا حور إمامك وقد أنكر الصحابة وما زال الكلام لابن القيم ولي وقد أنكر الصحابة الصحابة وحيقون سنين الديدين ما هو دون هذا بكثير أرن كان وح كير وآدي أبو غير بيسحاب الله دقال لمن قبر اللي عابده لغو طوافه لبريو لبنبونيو اللوينيو وح كير بيسحاب الله دقال لمن الديدين بقى. طيب محاجر فقطع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحوقه الشجرة التي بويع رسول الله تحتها قيد كي بعت الشجرة اللي يقاني عمر با في خلافته قوي مركو كبا قيدتك قاركين يكون في النوبان او باركيستان او هوسفريستان او يوقستان وكبا قي اي قوي حبيبا قيد كان موافقة القدر با مال مال ما كم اذا نبقى انتو مال قرحة ماشو قرحة دعيزون قيد الله هين يو قيد كوستا قيد يرو قرعة مركز النبي اصحابي باعكو لقلي كوني لح بقوله اصحابي اما كوني افر بقوله اصحابه يو باعكو لقلي
إنه يوجه جهادان إلى درت ودنتان كيف تكون مركب وح عصق وطه يفض أوليه من المجد أنا جيد والنبي قارسنا جل قيكم من أموي مركب عامض إنه يكون في النوم بقبقي وبقول حذ كوسي بيبا هذو مركب قبر العابد والله بريه هايو وأركل عمر محسنين لها كواز أولين لها بعد قد عش جرة التي بويع الغلب الغلب اللامي تحتها هوستيد رسول الله ولم سيدوك له وحو عمر رضى قال اللامي وكيرتن مشركون ثم أنت وحي سميان وحيابها كير يري صحاب الله رضى قال اللامي إجماعا وحاو كمذا ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب مال مال ما كان بيدو أيو حجيي سو سيسعد مكة أسعدة أيا صلاة فجر ملك قباتي ومدي بوري استوى لا تختلف واتو جيي طيب الرئيس الذي يلي إلاف بكوت جيي طيب مركو دمي هذا الصعوة قبحي يحارك أني من سيسعد وقل قل هاي مركز الحقيقة وسعودات كاسية عاي وحال يا أمير المؤمنين هذا كور نبي قم ماله كنت كذي وما شاسة ونبي قم صاد نكو قوته كنت كذي بس هذا كسوت كان هيا وحكلا ما نبي قام ماش كنت كذي هذا كور ما شاسة يقول نصاد كنت كان هيا عمر تيبو كذا قال لهم ممنوع وما بنانه طيب هل كيس واكنا ولما رأى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه مركو أركي الناس ضدكو يذهبون هذا هيا قل قولها يصعد فسأل عن ذلك صعد قائم ماشي أجدان بويدية فقيل وحال ويلي مسجد مكان تكت ما اللي قلت كذا هو مسجد مسجد سند ما صلى فيه رسول الله ورسولك لا يكون كذا مال مال ما كمدة بيصلون فيه كسو تكهيا قوب نبغى إسالة كقباتي أو كنت كذي بيدت كان كسو تكهيا سيس على ذلك قال عمر وحوري إنما هلك من كان قبلكم تذكر كهري وحكوها لأكسمين بمثل هذا كانوا كلي إنما هلك من كان قبلكم تذكر كهري وحكوها لأكسمين سداسة صحة إنما هلك من كان قبلكم تذكر كهري رب إسرائيل يا النصارى يهود بلها وحكوها لأكسمين وحنوا كلي ومحوياه إلا سدبوه نبي ميل ومر البركيستو لفريستو نفت الله سكع بعشو ويحل قبعة بأيوي كانوا وحي آهين ذلك يكون ريها لكن يتتبعون قوة ضباط قالوا راديو دون دونا آثار أنبيائهم أنبياء الراد كودي أنبياء الراد آثار تود أنبياء وحي كهر يلا جهايو إن لا بركيستو من الدين نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسي أركيسي أدل له الآثار الشخصية والذاتية النبي قال دي لها خير وين لكن وحل الذين ولا أثر المكانية قوبه يبقى عليه يمر النبي فريستي إن لا بركة استلم أقوله أما الله فري أما الله آي الله بركة استلم الله لو قسط ممنوع وين طيب ابن عمر أصقه بعد موتي واستشهاد أبيه وسمين جري ما شو النبي فريستي مال مال ما كامل وفريسين جري هذو أصقه وصوم رمي النبي أنتو كذا أقول لحد النبي وكسودنا قتاي أصوان كذا هيني بو كذا إسكت هذا الجري بقصو هذا الجري وقصو كذا الجري اتباع من عمر نوع عاصة والودي ذي عهد الصحابة خلافة عمر الراشد بهوشة ذي وأجمعوا على ذلك خلاف قد نبي ابن عمر وكان بعد استشهاد أبيه لا يعتبر طيب إذن وإن لك لقد الآثار الذاتية الشخصية درك النبي محمد ويلشيسي حلوين كيسي مريهيسي تيمهيسي هدي اللي هلو وينو بركيسن وانو دونكنا ان واسكو داوينا ولي بس دي اي ام المؤمنين ام سلمة يري جرتي جاكتين نبي قول هابي هين جرتي مرك الروح حنونسن لو كدو قنا كركرينيس او كار ي نبر او هيو بي انتي كو شفتو بيد جلين جرتي بيها سي كو دقي جرتي بي روحا كو سيري جرتي عبنا اورن جرتي اسلام مرك الروح عافما جري قندا دا كجبيسبا baan dhul ka culus biyo waa ruux caafimaaday dhidid baa fakh koor waa caafimaaday aasaarta nabi maxamed ee shakhsiga awala barkeysan jiray tayib timi nabi maxamed ahad hayna waxa ugu dambeeyay al imam ahmed hanbal ba ugu dambeeyay timi nabi maxamed qayb keysan jiray tayib malinka ay garaaceen qolii shayaadin ta mucsalid jahmiyadi fidanta khalq quraan ushi ku dhacaysay baa la tagtay meel ay way baabaan timi malinkaas la waayay oo dhamaaday ila yoomina hada pakistani hindi waxa u dhitimana waxba la haya أول كيزا الله يا وحول نبي محمد هيا يتن كيزا مجد ذهب يا واي
ومؤرخ سيرة تاريخ آدو يقان المعجم الشيخ كله فيا لهف نفسي بتقبيل شعرة منها تلو الله من هلا برهل تنو نعم حاتمي سكمل دون كذا بوريس كذا واحد كله مجرى برواخ خرافات أباطيل طيب لح بقوله صنكور بسيد عليه لح بقوله صنكور تقريبا يوهل كتاعني وخرافات وي تمن ولا واي عمر مركب حدودين الآثار المكانية قوبه هي فريسيمية شنو من تو فريست وكل عبادة يزدي أما أو كل نصتي هذه الله دواج الواجد محيكيزة قوبتها إلا بركة يستو لا عابده عامد يا عروت واجد موحن جل قدر دعيو شيطان ورد حقله إلهي وشرك يا لام تيبو قال لعمر وحول يجري يتتبعون كورع رعاهن آثار أنبيائهم أنبياء ما له رادك جمع أثر رادك أنبياء دبج الجرين ويتخذونها وحي قوبها أنبياء كدي جنجرين من كنائس مساجد يوبيع عن موضوع مولعي اللي قلت كده قوان قوان معي فمن أدركته الصلاة صلاة روحي كقبته أو منكم مسلمين تكمدة في هذه المساجد قوبها النبي قو فرستي أو مري فليصليها كنت كده نينك أسوق آداء الله صعودة صلاة بأي كو قبطة ماشا ونسو قسين ها كنت كده نقول إلهي وي ضايب ومن لا نينك صلاة كو قبانين فليمده راه صعود نينك إذا وقت أوصن كو قوانه راه صعود ولا يتعمدها يسن قسين فقه قو فرساس عمر الخطاب طيب و من أعلم الصحابة إطلاقا وبعد أبي بكر عمر قال لوجي هوشا يلا النبي صلى الله عليه وسلم هبين بوريودن كاسو عان ديل وير عانا لسي مركاسو النبي عانه عبي كدرغي ان ان بو سو ريبي انت وعمر سي نبي محمد ومحاكو فسيتا لرياس ورؤيا الانبياء وحي نبي حوره العلم اولته بالعلم علم النبي كسو انت كل عمر با فوق صديبا عمر مركا معوها من اعلم صحابتي بعد ابي بكر طيب مركيا يعني لو قستين وقت أن كوقب أنها صلاتنا هسكدن دوني هدي وقت قال الله كوقبته كتكو هذا وقت كوقب أن كسعه قب قبها الله كمدا وي أثر كم حصل صاري الإمام سعيد المنصور في سننه والإمام إن وضح القرطبي في البدع والنهي عنها بسند صحيح واسوغنيا أثر صحيح وي كيهر ابن سعرنا واسوغنيا وحور ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وقد أنكر رسول الله رسول كلا وحور أنكره وقون صدي على الصحابة كدي ذي لما سألوه مركي ويديستين شجرة جيد يعلقون جيد يعلقون أي كحران عليها على الشجرة أسلحة هبكورة بخصوصها سجون هذا جيد جونية أن هبك صار إنه أن كل الله إنه أن بركة نبي الله نويل اجعل لنا ذات أنواط ذات أنواط كما لو ذات أنواط طيب ثم ذكر ابن القيم حوش حديث ذات أنواط حديث بوقت ليت إنه صوم الري أيو الشيء طيب وحونا يلي مركز دنبي ابن القيم فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة قيد كان يلي شديد سم هدون نقضي لتعليق الأسلحة إن هبك لغلا الله سكلي قيد إن أنصميس أنه هبك أنصر أنه فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة قيد كان إلا صميس تو قيد لي يشل لتعليق الأسلحة هب إلا صار ولقب الله بركيس والعكوفي طيب حولها يقول لقلنا قادوا لدول فريستو ما لما لقلنا نستو هدون نقض اتخاذ إله مع الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله صلى الله عليه وسلم سكلا إذن قرنبا أم لين هيا وحي النبو كسو قاضي اتخاذ إله مع الله معبود إلا سميسي مع الله إله لجرنكي أما إله قربكي النبي كسو قاضي الله أكبر سبحان الله قلتم والذي نفس محمد بيده قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم ذات كما لهم آلهة طيب أبو مركو حو اعتباري إن جيت الله سميست الله بركة يسوهبك الله سمع الله فردي لود لدول قول رسده إنه يهي اتخاذ معبود من دون الله وهذا فلك دعي لها هوي طيب فلك هذا دعي لها ساس نقول له إذا جيت كيف نقول هي معبود بس بدل هي كونك أد بركة ولا بركة فيه هبك أدخل الله ليس ولا بركة فيه أدخير كنت أنت أوفر إزتي وشركي معبود من دون الله هو طيب كور نمرك قبور تأيض الله بري هاي الغضة وافة هاي عرض لك قضاء هاي لوق المقل ميسان هاي لو خشوع هاي إنها اللي فرورين إهبينها الغضة فري طيب
وركد بتاجوج أيض وهم صحاب لا يعبدون أيون عابدين أنت صن نبي جديدين هاي ولا يسألون حوائج يتفرج الكربات مو يجسنا هيا نوجر جار ما إلىها وما بري هيا عبادة توس أو صلاة يسون الله ما هيا جر إلى محمد دم نود مداف ما إلىها كلمة كم مرك كورهم ويقبر أصول الظلف ديو لعابدها يو لو يديسنا يتفرج الكربات كالم جرجر وحكست لو يديسنا كورك بجوج فما ظنوا ما له هذا محي محتك في لو يضم ملايين بالعقوف دول جوريسي حول قبر قبر لذول فريزت قبر لذول فريزون ما لم لا هذا لا سفر ديارا لا رعية بديارا ذو سفر على دير شن بقوله كيلومتر بلا لو جاي مني طيب كونفور حمر أو برخلا لقى جروه هرقيزة كتيسة طيب بري بقى لقى إيمان يمحو أي وقوي مركزها لون لمن هي بيولو أو هذا غرنس كويا لمحو أي باي يا بكور هل كاسة لمن هي حلقة إيمان هي هيران حلقة إيمان هي حلقة تجي محو أي جبوينكا نم ولا من بلبك أردهاية نم ولا من بلبك أردهاية طيب رفاد يدي بالومري رفاد أنا حتك اللومري بالومرايا أبو مركا آمن سنة لو قد وارس لو قد وارس فما ظن بالعكوف حول القبر كورا وقبر لطول فريس يو الدعاء قبر يو الله بري هيا أصلي لف تركيس يو الدعاء عند أكتيس على القبر يا كور يو الدعاء بي أصو على القبر أصلي بعد كذا إنصاب إله قبر كان فدك يود مداف بادي قبر كان فدك يسا شيخ قبل فدك يسمع فضيع طيب قبر أكتيس دعاء الواق بلا طيب نينك ما أنت شيخ قبل تقول تك أكتيس على القبر يو الله قبل هيا ننكي إلهي بريه الشغل اسكهر مريا إيه وجهه كوكب الشغل ولا أقبل هيا أصيبه ما كذا بلا بري هيا أنت وحول ما لقال لي عنده إيه به كوا تكتيبة نفسه بلا بري ما كذا نفسه شغ حور وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون وأجب جب يمن قيمه وش عيضة وحوري وأي نسبة حقيبة إسكا قادان وي محا إسكا قدان وي للفتنة بشجرة قيل لغو في النوب إلى الفتنة بالقبر إيا قبر لغو في النوب وحلا سبر بردية كرام ماها وي في النظر قبر العابد أما الله بريو أما الله بركة إسكا كإيمان كرتا إيا في النظر أو شركة أهدي كإيمان كرتا قيل لغو بركة إسكا مرد ووي إذن تدخل الواحد قد بهايا شيطان كي إبليس كان قبر صوفه لهاي قيلها ما هو صوفه لوي سأدر تيد شرك وحكب لو ذا أسل كيس تعظيم القبور والأولياء بكب لو ذي لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون أهل الشرك جو يا أهل البدع هذا وحجرن هيان اسمه اسم بربر دجان بولي يا هاي جيت الله بركة يستي قبر يطل فريس أو قبر يكدرن بق يا لكن وأظن النبي تاكي ويجيت وكيري محل مداوي قبر أسول العابده ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله ومن له خبرة ننكي أقول لي رضا أوله يفهم دينيت أوله بما شيء بعث الله به رسوله دينت إله النبي محمد الله صدر ننكي قرنا نبكي جري موقت وحاوي ورنبي محال الله صدر نبي يقول الله دقال لما يو إيمت نبي يحو إيمت قل يا عربات ودين شيغان أي وإن إله عابدان شيغان أي أو سوم هيا أو صلاة هيا أو حجين هيا أو صدقة بحية أو قرابة حريرية أو مساكين تعاوية أو رنت يقان أو بلنك إلالية أو أخلاق الإسلام كو رمبالي أخلاق لو حنحون وبلاي أنا كقرب وضع ومع ذلك إله إنو جرو دلي أدونك أصوغ أبوري عيلي أرون أصوغ أبوري أيغ أبوري خير يشر أصوغ كينا آمن سن خروبك أصوغ كينو دب يا دف بس هو لآمن سن لكن مرك يبري هيان أما لا عبد هيان بأولياء كتير جرين لا تيهب لي عزية من تير راعين هيان أولياء الله يأذيك ويا هؤلاء النادي هلا يسراعيو إلهي قوي مع خالق معبود كا يا هاي سراعوه أنت كلا واسع سوى أذيك أنبياء يا ملائكة يا أولياء يا علماء الله سكوت راعينا يا إلهي هو جامين هيا شركوا نوع عصوها شركوا التشفع والوسائط والتواصل بها
مجر عهد عربيدو آمن سن أوليدا إيا أصنامتا إنه وح أبورين أبو نعف أيه مستقل إليه ما نعبدهم إلا ليقربون إلا زلفا. طيب ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله برك الشيخ ومن له خبرة بما بعث به رسوله إلهي وحو رسولك سلا صدر إنك أقون إيا أولى الدين دين له وهذا فقه الدين فقه المسائل فقه الدين قيب توري وبما أنا أقون إلى درادة عليه أهل الشرك يكسو غيه أهل الشرك وحي السمين إنك يقان دينتنا يقان أهل الشرك هذا فقه الواقع ودي بجريان موقتها هورت الدين تأقون إرادة أولى هاي حقا أن ميزان كو ساري وتقان وحا أدون كما أنت كدعا وضد كان وحي سمين ما تقان وحي هاي ها وأقان محي سمين وحي وحاسي نوعي 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 سمين قال أوه كتاب كله بل دول صار كفيري نبي محمد دينتي تلا الله صلى الله صلوات ربي وسلام عليه يضدكم ما أنت وحي سمين رقم مضو دخل ربان بل سفيري وكفر نقاق هايان وكفي كاديري لكن ابك جرى وحاول أقون دي لما لها هذه أقون دي للي هينا وحا جرى أدون كلما يقان منع الله أمرك نينك لكن لبضا أسكود الصدى أيا فهم أيا مرك ابك ما أنت كتقر أدونك يوبيع عليه أهل الشرك والبدع اليوم ما أنت وحي أهل البدع أهل الشرك والسميان ما أنت في هذا الباب في عبادة الله في تعظيم القبور في الشرك بالله لله يو غيره باب كان بابا كاهين باب الشرك والعبادة ضدك وحي ما أنت سميان يدين تو وحي كقبت إنك جرني أما باب كا بابا كاهين باب الحكم وسياسة شرعية طيب باب القضاء والقدر باب الإيمان طيب باب التقوى باب الخوف من الله إذن أحكام الدين تورن بنك قرنية باب قرنية باب كأنتو كي قانية يدك وحي سمايا أن إسبر بردك وحو عدان إن دين توهر لك جيتي والغدر يا ري لكن ما عبيان لغو ما حبصني إلا من رحمه الله عالم الروح وحوغان ننك أقون تالي لبضا أقوم سكودر صدي عالم وحوغان أن بين السلفي سلف وحاول دحية وبين هؤلاء الخلوف من البعد سداسا صحة وقرن طيب شيخ وصوغ وبينهم بسكيري وبينهم اختصار بقسم يا شيخ عبد الله لكن وحاق قرن أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد قل يا أنت من متأخرين تي شياطين تا يا سلف وحا ودحي كلفغاشا وحو قرن يا إنو ياي أبعد ومتكفك ما بين المشرق والمغرب قلبيد يا بربي كلا جوغان مسلمين دو وناغسنا يا سلف كا يا تابعين يا اتباع التابعين يا صحابه بالها قابك دين توغو دقم هايد يا سي شركي ولا دغالم هايد يا ميش تاغناي ماركا فيرسو يا ددك ما انت اسلام نمدا شيغان وحي سميان هدد اسبربر دغتو وحا كو عدان ان بر يا قلبيد كلا جوغ مركزو لانهم وانهم على شيء والسلف على شيء مركا يمقيم حقود دار وحانا كوعة وأنهم ضدكنا على شيء على شرك وخرافة ودين لآم بسارين والسلف على شيء آخر كما قيل سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي قبل قاسو مركا كاني وحاوش وحاو يبو لسيدي اللي يدعو كلا سارت مشرقة قبل دباري بيقول دقاقضي وصرت مغربا أنا قلبيت بيقول دقاقضي شتان بين مشرق ومغربي هدنين بري او دقاقي نين قلبي هيامي حقيس كوكو من هيا صحابه مركا الكاس بري او هيامي او دقاقي موي اذن كنو حيو قوتين قلبيت كلا تغي وكلا تكتين اسكو دين متين بوشي قو جيدا بلاشن بدو لقوينو سلف با ايقوه الرئي صحابة ان قد ين ادوه هيسام موييني مشرك دقاوه ان باطايو صحابة عصر كدقاقي دين تودي اي اسلام كبا وحوري والامرو انت سواء خلاصه يرويه والامر ارن كشرك يدين الان ما انت تاغن والله اعلم مما ذكرنا من قيم الله ان كدارتي دين الان تاغن بل وا كدرنت وحان تلمامي تلمان يربان شيغيبو تلمان يربان بحشي مفاسد يربان تلمامي لكن حاله الشرك يا كفر يا دين الان ادنوك ما انت كجرت والله اعلم مما ذكرنا رنتي ورحمه الله تعالى عليه لكن نينك كو قائم هي رن كو شيغينين ايا واخ كو دوبي سوال وحي تردا ميل الكركي لما دايو
من الكركي اللي مر أيوب بوقتوا هادين تون أي كعضو أي هم برضو أي محو هاي كعضو أنتوا اللي بحون قاضو أيوة عام كسر هذا كرك اللي جمعت تعبت إن لا تجحه وماش اللي جس يدايو واللي بحون كم محو هاي اللي كربون لوجبه طيب اللي كربون لوجبه جري وكدي ماش إلا سافر هبتا عذرك اللي جس صار وقنشيرك اللي صار اللي بحون كله جوي كدي بيعاف ما ما كسر الضياع لكن باشو اسوان او وحيد هوستو كو وقت اون لا تابني كركا لغا سلسلاحو ابدا وحن وان لا دلاعشو واقع مسلمين تا حالة دادو نولوليد حالة دادو دينيد حالة دادو سياسة ديد داقان كودا تا اجتماعيقا مد بلوجادا وان هو تا لا صافو او لا بارو لا ورد ورد بنانك لا ديگو وراق وراق بنانك لا ديگو كدب 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 وراق استمكا اسكانك لقليو اسكانك انا دين تي اسلانك وحي سرت الله فيري عذرك لقوم شيغو MRI بكل بانتي MRI بعمر وبهل كشافه وعمر ليلي وعكسي صو صار ترى مارك أتوح لصاري طيب المهم ضد كان وإن بين له شيء عذر ذي قبان وإن سفي عن لو بار ولا داوي هذيك الروح عزق هو ذكو هاي يدين بقى يروح مع ذي اللي هو هاي يدين بقى يقول تغني يرجع هرجع بقى أوف يقول نقضي أسوي تيب به يسوي ديش ولي قاعد ما ذي ماي طيب marka dadku waxay u baahan yihiin in waaqacooda la daraaseeyo oo been isu sheegin maxaynu ku sugannahay maxaan diinta kaga dhaqanaa maxaan haynaa oo runtu isu sheega way laakiin ummatu maxamed ummatu marxuuma khayr ummadu soomaaliyeed ka afka isir isir ba islaam tahay horta lagu ma haystay islaam waa sheegataani laakiin islaam dhaba ma yahay kullu yad'i waslan bilayla wa layla لا تقر لهم بذاك إذا اشتبك الدموع على خدود تبين من بكى بمن تبكى إذن ننقص واسكم حبسن كرا أبو جهل بوا قنود هاي وحولها إله وأني محمد كان شر بلان إيه خير در ما أنت سوق وقنودها يقنود طيب مرق حول إله محمد تركي جبل لأنه دين تبي كبحين دين إبراهيم بيبدلين صابئين وإرهابيين أرجح سوي أمني يا دون كلهم بخل خلق لنا هيا نبي قنود هيا أبو جهل بقنود هاي نبي نوا قنود أصلا أبو جهل بهوار هيا يرقص والله كلا بحاجة هذه يوم بدر أبو جهل وحكي هذا موت كبا كذا طيب وحاول ين حقائق ذا جروان لسوشا قوي وفي صحيح البخاري صحيح البخاري وحاكوس عن أم الدرداء رضي الله تعالى قال وحيتر دخل أبو الدرداء مغضبا أبو الدرداء بيسو قال مال مال ما كبدا مغضبا سوى عريس ولا عرق لي أدعو عريسا فقلت له حانكولي ما لك محاكو أبو الدرداء ومحاكو من حكماء هذه الأمة وكما إذا حكيم وعقل أيضا وعابد وورع وأها هذا لو جعله مسلم تجعله طيب مركب وحي كتري محاكو هلي قال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا حقيقة فرصة واقع مسلم تقال الله إياه صحابة نول تابعين بردوبان رادك النبي محمد ولي إنجاجين دركي سوى ولي الله ولي سوى بابئين نبي قد أصيم صلوات ربه وسلم عليه مركز حقود دارن هيا دينتي إن لقد جيتي أو إن لقد تغي بك الله يا والله الله أن قد دارتي وحايق عدي أن لك الله هي والله بون ما أعرف قرن مهي فيهم في المسلمين شيئا شيء قرن مهيب وحن ما انت قرتون دين هن وقون صدق ما هيب من امر محمد من دين محمد دقنك النبي محمد هي دين تيسي وحن لا له دين النبي ورحلك النبي قال اسراء ما هيب وكتغين الا انهم يصلون جميعا صلاه بين جماعه كنت كذان بول صلاه دا سيده كلن كنت كذان اي جماعه است وحن كاهين او طلد هي دين النبي محمد اي كهيان مجرب وحك الله يا شام دبك وبن وحك جرى امراء الشام يا بصرة مركز الشام دمشق جوج مركزي ودرداء نمنك الشام جوجي ومراء بن أمية أها يا يعني نمنك بصري عراق جوجي صلاة وأود الرايين دين الآن تانا كبر نيد تيبو كعلى علي إمام صحابي بخاري بسوس الحديث وقرن إنسان دواد شيخ هو الشيخي أنس ابن مالك أصلا في صحيح البخاري شام مغول صدن يصدن كتاب الصلاة يا صورا ما سوى يا هي زوري بوحوري وحان او قالي دمشق يا انت مركز انا سو تغيبور انا سو جوغا وهو يبكي انا سو يا يو فقد كرمات او هم بو دمايست مركز حان ما كو دعاي او كو هلي
أصو حوري إلهي بان كل دارتي نبي محمد دين تيسي يوحى أن كو أقان المسلمين يا صحابه ما أنت وحلقة ما يبوري إلا الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت صلاة أمّا إسلام شوف أنت أنا إسلامي ما يكهيان صلاة والله يعلم بوري والله ضيع عيو والله دل وقت جدي إبر بات كدكتين وهذه الصلاة قد ضيعت مر لما ذحور والله ما أعرف شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة يا أبا حمزة أبا حمزة وصلاة حتى ميان نسحي نبالي أمورتي يا دينتي يا أحكامتي يا خيرك النبي قال كوكي أمان كتغني صلاة كور ميان صلاة ولي أن نقول رسنين قال حوري أليس صنعتم فيها ما صنعتم حتى صلاة الله بتركيدة ما إذا نقص ما ينبدع يا خرافات يا حد قذب يا بهدل ما إذا نقص النبول مر لما ذحور قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة حجاج وحصلاة كسمي وذكرني سامبول أحمد بن رواية صوصاري رواية كلي وحاقصه عند ابن أبي عمر العدني والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله إلا شاءت أن لا إله إلا الله كلمة توحيدنا كلها وغدا كليا كها يا أبو دينتنا محمد أذن كواركا عصر دير بالقدر إرتين إن أبو الرافع ليدا يقول يا أبا حمزة إلا الصلاة وإلا الصلاة صادم نغدر بالتوحيدك صادم نغدر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلاة النودر ويحكى لأنه آفيسين يهي أو لقوتن تي أو دينتي لقدتغي وصلم أنك تابعيها لكن حول بالصلاة كتر وحولي قد جعلتم الظهر عند المغرب أفتلك كان صلاة رسول الله أنا سوال الله نقاش وحولي صلاة تطلقكم محافظة ما صلاة الظهر كتكتا عند المغرب تكتا من محمد بعد الظهر عند المغرب تكنجري مس الظهر كو وقت بولها وعصر كو وقت بولها ومغرب وقت بولها انا هذا يوصل محبسني بول واجد ما ارس مركو صول الله ابتي ايو مركو انا صحك على علي ودمشق امراء الشام وامراء البصره والعراق صحابه ماشي صلاه يكوب القاسي اهي واجد ما وحي المدينه يمد مدينه امرك وامير كي هاي عمر بن عبد العزيز عمرنا كقومه بؤها كما الناس لا بأس سر ابن أمي صاد باب إنجري أو عيار إنجري وقت هذا أدل إنجري وعات الأسلاف والأكابر لبن أمية أصلا رجل من قومه بؤها إن قصوا دامي ربنا دامي صلاة دا حق هذا ما نكاه لنا كذب وحاس كلا لا شعر وأنا قصوا مرة في مواطن مالك عروة نفسي أول صلاة عصر كذا أقوليس يدور كسان ما هين حدثني عروة مسعود حديث ابن مسعود أيوه كان عفوا ابن مسعود البدر أو الأنصاري أيوه كان أدلي شذي مركز سوري اعلم يا عروة عروة كفر واحد سيجلس ما يا والله حدثني فلان عن فلان عن فلان أنت ندودي واحد يقوى سداس أو قاض الصلاة المفصل أشيء أول وقت الظهر وآخرة أول العصر وآخرة أول المغرب وآخرة أول العشاء وآخرة سداس النبي قلت كان جن ميالي مسوى ما يبول كأن بقات مرك الصلاة في المدينة وحي أهيد غير الصلاة في الشام وفي العراق طيب مركز مركو يمن أنس مديني البرسات صحن والله يا أبي حالي أنس وصادنا كور صلاة آد بأفي عن طيب إلا أنكم لا تقيمون الصفوف بولي صفوف تطوير الري أنس مركا عابن حجر بآد وشرح في الحبار بجلد كلابات حديث كالشام بقولي صدن بخشر حاي وحولي هاي مركو عروة وقبطي وعمر صادق وصحي أو خلافه تلكي خلافي وحاكوسه هاري حيوه وخلط حقا صففتا مركا منالك لو اسكال منكر كلو وقبطه في الصلاة هو أناس وحو قبطي مركا إقامة الصفوة إلى واجب كلوه إذن مركا حاله هو كل دوانا يهد قبل الله أيوه الدوات كلي أيوه ما مشو بي حق الديانة ذا يعناق كل دوانا نيا قبل الله اسكمين دوقن مهيا دلك هو البجو علومة دي سيكو عرنطا طيب مركا هوشا سواهر صوب اللابتي دين تي اللي قطعوا انحراف يما دب شريعة واهر صو صحابة النور أي هوش باللابتي تيبك الله يا إمام كحول فتأمل وحد دوجا تأوذ في رسا رحمك الله والله كون حريستي شغوة في عنيا يعني مركو وحي ربض الله كون حس وندع عينها يدعاء في عنته خيروي ورقنا إليه يعني بدعوة نجيلي كل ود بصدع من شيخهم شيخ محمد عبد الوهاب إلى آخرهم مركي الله هيان
رحمك الله، رعاك الله، عفاك الله، انتاس هداك الله بوضان دعاء كبرا وحيد ريمين ومضوا إني جيدتي دينتي لك تقيه مرك إله كون عرس الله كون يوي. طيب فتأمل رحمك الله تعالى كلام الشيخ وحاف في ابن القيم هذا الكيس رحمه الله تعالى يا وتصريع عدينت عدي بأن عبادة الأوثان أوثان تعابد قد وقع عدنا يدعضي في زمانه حلق ابن القيم وجوغي ابن القيم وحو عديين أصنام تلعابدي وأوثان لعابدي ودين تلقتكي. طيب وكي سوش رحي هدي ولبا غالب من في الأرض بكسو حكومة وش عيضا الشيخان يسلا نمضى إيه وتصريحه قد وقعت في الزمان وتصريحه يا عدينتو عدي فيري موري بعد ذكره لقصة الدفن دانيال يا عدينتو عدي أرنك أسقا مركو الشيخي بعد ذكري انتو الشيخ كذب لقصة دفن دانيال دانيال قصديسي حباليسي قصدي دانيال مكلا صاحب المقيم سويري بأن أهل زمانه المتأخرين حلقوا جوغي دكي جوغي متأخرين تاع قد اتخذوا إن كي شين وكاركتين من قبور من روح قبورتي أحد قبري لا يدانيه الدنيا الآن لم يضع ينودق من في المرتبة حق محوها ميقانك يا والفضي حق الدرجة ده يا وصل حق وناقي يدين دين كتوزنانتا أو ثاني كاركتين حسوا عدي ضد أن دانيال كباب هاي أون لقرب أن لقرب دي كرين أون لما سين كرين إن تدكوا يعبدون إلهي كاركتون يعبدون مسوا عدي وأنهم ضد كما أنت جوغا يحلق من القيم بقى لو وجدوه دانيال هذه هي الهايين لجاهدوا عليه وحيقول لك الله من الهايين بالسيوف السيف سيف يعني قرطورة إيو نما مرها قال إيو مرد عليهم واسكول الله الهايين واسكول الله الهايين. طيب عبادة الشرك كفر قاسي الدفاع الهايين كو هذا الجوغا هذا سوسام شرك وكفر بيقول لك الله ما هيان أو دفاع هيان أو موحدين كل لين هيان ويديك الإسلام كبر نيسان هيان ويهان تكود عهيان ويقال أوقع ديك هيان دفاعا عن الشرك والطاغوت والكفر بالله العظيم نفس الشيء وي مركل ورقبر كان جوجية هوشيس ومساكين دي أوليدي علماء حباليان لقو دنباب إلهي كلي هلا بريو علماء دنباب لها اللو ديو هلا احترامه دين كودي وناقود هلو ضيو لكن عباده يا بريو يا منقل يا بدبالة الله اسكلت رب العالمين ما أي لها ما أستاهلان حق إليهن ماها ما حين نقول إليهن إن الله أبرنه نحن نسأل الله ويدينه عملك هو ناقصا أن كضيرنه علمي ولا أن كفى إليسن بس يوحي لها المال إنت أصلا لكن عباده يدب التاقني يا بركيزي يا ضب أرض هاو شاء الله ما أقول هو شرك حيث المساسة اللي ده إسكنزية حبت بنا نقص ورزيدي نينك ضواغيد دانا دي أصنام دانا كأكبحة بير كان كحشرنينا نقام حشرين كتاب واول دقال كتعزوزا ما أبدي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من النار هل كانوا بيتقدون آخر كذا ديزن كتبوا بتكيرين شوق مرحول الله جاهدوا عليه بسيف وعبدوه من دون الله ألس كذب عابد لها يندانيال يتبين لك وحكو عضا ما أصبح غالب الناس اليوم فيه من عبادة غير الله. طيب وحكو عدا ما أصبح وحي النقدين غالب الناس اليوم ضدك بضن قد ما أنت وحي النقدين فيه ما شيء قويزة. طيب وحكو عدا بين لك ما بكو عدا أصبح فيه غالب الناس وحي ضدك ما أنت كسوهين أما يكوت المامايهم ضدك بضن قد بكو عدا من عبادة غير الله إلهي غيرك إلا عبد ولا بريه ودعائهم إلهي غيرك إلا بريه والاستغاثة بهم إن كالمية قرقار لو يدستو يمعين. طيب في الشدائد دباتوينك ما كي دباتوين دعان أو أبار دعان أو عذر خبطه أو بيه يرادان أو يعراضه يعبسده بضاته طيب أو إسلام تدالي ويدو أو ضرفات عذر كدحي ويدو أولياء العسكان هيا. طيب وأنا قيب بدون صوش رح أحكم نقول مايد يو تفريج الكربات كربوينك إلا فيدو يا لقبر يا أولياء يا أهل قبر بلو يدستا يو إغاثة اللهفان. طيب اللهفان او اللهفات يا ان لو غرغارو كدبان ادواق هي يا طليله. طيب يا اولياء الله اذا كو هيا لهفات هو وحزنك والبهاركه
ninka tiraayinsa in loo gargaaro ninka go'omo in loo gargaaro kurbooyinka in la faydo in waxaas u diyaar iskale Allah iskale subhanahu wa ta'ala laakin waxa la siiyay awliya ahlu qabur شيخ حولي يولي خلاصي إن لو سافقري عبادة اللهم للطواغيت طيب في العبادات عباداتك وليما مركو عابده أولي ذا سي إخلاص لو ضاعوا عابده هيا كفار قريش ويسكدر هيمب شركي إلهي أولي يسكدر هيمب كفار قريش ننقى صوح عصمين شيخ كلي قبو بري هيا ولي ننقى ولي قبو مصالح ويقان كلي قبو كورسان هيا طيب يا ولي خلاصي إلو سافقري شرك قوي لهم للأولياء في العبادات عباداتك في أوقات الشدائد حلق الدباتون كإجراء عند ركوبهم مركي فولها يان في البحر يا وغيره مركي بضها فولان بضو ضيف لاشكو عارده الإمام صالح بن مهدي المقبلي كتاب كذا الأبحاث المسددة وحكشي كيي جدا يعني دون كرعاني بو نو يمن أسعنا رحنا مكان مرة إنه أيا ضبيان وقع عن لاشكي با خطر قريبه نينكي دون توذي يا كابتن كان من ناخذ دون توذي يا وحيدي نين والبا شيخ سهبر يحاض خطر وي نين والبا شيخ زمان تهبر يو نو أنا وحنا ينبر كنت نروح وحكو دو كنت نروح عدم ما ينبر طيب أن يري مرك ضد بان بهاي مركاسا نين والبا إله سوى قبصدي معبود كيس شيخ هبلو أو هبلو أي هبلايو فقه هبلو نين أبو تكعيا نين أي يكعيا نين أضي صوف فجيا نين أوو ربعا ربا نين والله حوهر أرقف مركاسا في ريبور وحن آب وحن نصدي بور وحكا لك وحن نصنيني إن قليها مشركين تقال رأى حلقا شريك يرى هيا إله دحوظ يقول لك عبصدي بور الله وحانه تلمانتك مرضى مخوة صور راعي باي إله وطريقة بدبادي كون هذا يسان قال أهم بل أدونك وحقال ما مجرم عند حتى محوها مركي بضوه كعاني حرادو خطر نقطه نمانك إلهي غير كبري هيا الله كل يحان هيا هذا يسان قال أهم قال كلا ما بجربه مركز وحوير وحي عداتي بل مالك أيضا أن مشركي زماننا أشركوا وأكفروا بالله من مشرك قريش أسقى عدي قبل شعب عبد الوهاب عدي قرابة 100 بقول سنة وحكوا وكهر يا تقريبا حاجة جريدة بقول سنة إلى مع عبد الوهاب وحود انتي كون لا بقول يا سقال كبر انتي رحمة الله تعالى عليه ولكن وحود انت كون هل بقول كوي طبنك وحكوا الرجاء وحكوا ده بقول سنة حاجة جريدة سقال شيء سقال سنة وحكوا هذا بقول سنة هذا مو سقال شيء سلا حكوا الدنيا برجوا كهري علوا واشي وحاني قل يا وحي أقاتل إنه شعب دوها بكل يقول لي يمد مشرك زماننا أشرك وأكفر بالله من مشرك قريش نينك استو حرد ضد كاسي قيمة هي دين تنا يقان ميزان كاسو صار هي طيب سورة يونس آيات دمرك وفسر يسيد أيد هذا عدية تيبو كهلاية عند الشدائد قريش مخلصين بمن نقن جريم عند ركوبهم في البحر وغيره بضى مركي فوران يا مركو قاري مال كل قلبنا أما نبكى بيا ما دبط بيا سنفولني إلهي بيشرك يا لهيان الذي شرك قاس لم يفعله المشركون الأولون مشركين تهوري قال لما إيسان سمينين بيا كوان قال هيان بول كما أخبرنا الله عنهم إلهي سنون وغسو التبيه كفار قريش يا عرب بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دومها مركي فولان ويدونتو مركا قلبنا أما نبكى ما دو دعوا الله مخلصين له الدين إلهي ببري هيا أيو أساف قرين هيا له إلهي العبادة عبادة الدين والعبادة والطاعة بري هذا إلهي بأساف قرين هيا وقال المشركين تاي فلما نجاهم إلهي مرك كبد بادي يدبك يدونت إيو بلا يدي إلى البر بري كان أوكي إذا هم يشركون شركي بكل الله بنا هيا أم الملك إلا وشدوا المغلي جري مرك يساء قصوا بحان دبك با إلهي كف يدو ويبرك يما دار شركه ذي بالله هيا ورها دائما مركب بدل الوجود محاولنا عن على هذين الله غطتك لاتي عزي هو بالله غطتك الله كلي وقابزتين ويوجيهن وقتها وحن وحي يقول ده بين إنه يهاي وصن آلهة آهن وحبت ترك الوجيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك في صحيح مسلم حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم مركب طواف هيا كفار قريش وحده لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك
هل شريك بالله ذا وذي هذا ملكية الله كاسنا الله قاعد عنده قاية تملكه هذا ملكية وما ملك ماذا أم والنافية أم والموصول تملكه وما ملك مع ما يملكه أصدق يوحي إليه أن سينو أن أكينا يقربانك يحركا أن كحرنا يدهب كان كانوا رنا يأصدق هذا أسكلي مخلوق وي أظن بإله أما تملكه أروح بعضها نتا وخير يا شرب هذا أسكلي نبي يدهب بقى وملك أنا وحمها لكن وأن كوسي مرينا لوكال وي جيت كدير بيدين جيت كابن جيت كابن بالغفولة وكاسا قاس الخالق على المخلوقات والخلائق وقياس شركي إبليسي قياس شيطانوي إذن لمن كان أيقو فإذا ركبوا ومخلصين كو ما تجوغوا فإذا ركبوا أشركوا ولا كلا تهدي بابورك مركو قال لي ما حالته أغا أتكاتو ببشريك يلاي وأنا كوصو الشيكا مركو عرك الرب لقا وايو عدو وعشقاتو عافماتك يرادو أساقان عسكناي عبد قادر أجيرا طيب عدي بعشقات بوش بحوله كده على فرق بقى قريب على الجرم ماي شعبه كده على ما كذا أروه ده دير ماي أول أول ماي طيب عدي بعشقات عرك بروب لجواي عافيمات كبا يا راضي يا الله عسكرا إلهي مزع شعب أسرع عسكرنا يا عبد قادر يا طيب أسرع العسكرنا يا إذا سكباب ما هذي نك وأنا ما هوش فهم سنة هوش أيضا وقولي تعالى بك كم إذا قل رأيتكم بل يجوا الرم إن أتاكم عذاب الله عذاب كلها دؤذين ما دؤذ كذيو أو أتتكم الساعة أما قيامة ودعوه أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ما إلهي أحدا كأن بطبر يسان ما يمبر يهيا إلهي هو أقيا هاي مشركي العرب إن شرك قولوا شركوا شفاعة أوي هاي شركوا أوي هاي التوجه والاستغاثة والتوصل لا شرك الاستغلال الله كلا جرو الله بري كراو عبادة متعرب ماء من سنين طيب أغير الله ما ألا أحد أن كائهم با تدعون بريسان إن كنتم صادقين هتدعون شيئسان بل إياه إلهي غير كان بريس كدائي أصغ أمباد بريسان تدعون بل إياه تدعون بل تدعون إياه ألا كريق بريسان بالي وحلو سهر مريم معمولك على العامي ليفيد الحسر والقصر بل تدعون إياه لا غيره إلهي كريق بريسان أحد كبريسان ألا وأقيا أيضا وأقيا طيب وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه قرآن وسوع عليه وشاء يضع طيب فيكشف إليه وحو فيدا هياه ما تدعون إليه وحد كبر يدين أما أوي يدنبكم إذن كفيدي إن شاء هدو الدونه وتنسون ما تشركون وحد ربي أوي شريكي ليسنا وإلو بيسا مركا يضع عند الشدائد والمصائب وإلو بيسان شركي يكفرقي إلهي كريك بكور رسانيسا قل يا هاني وحوي الصوماليات أما عربيت أما أدونك ما أنت روبان المشركين تاع عند الشدائد والقربات بين شركي يلامبا شرك الأمك هو متجذر فيهم لفه يلدك كجرة روح أفرست مركا وحيوب هاي مشين كل جوج بجرة روح كنصر كل عقلة اللي جوج بيربان ويتمه بوبان إلا يتمه بوبان وصيف يعلوج كوا شرك لا صار ما لا كريم ماي سيف إن لولا تجو بير لولا تجمع مويل كوا حل ملها حل ملها كوا إلهي بس سبحانه وتعالى هنون كري فتأمل رحمك الله فتأمل رحمك الله يجوا هذا الكوير لرب المدعي هذا بالله التوفيق.